أهلا بكم. في دراسة أعدتها قبل أيام وزارة العدل قالت إن الجرائم الجزائية المنظورة أمام المحاكم بلغت 1,000,000 جريمة خلال الفترة بين عامي 2013 إلى 2017. الدراسة ذاتها نفذت استطلاعا وزعته على 707 نزلاء في 5 مراكز إصلاح وتأهيل، أشارت إلى أن أكثر من 50% من نزلاء مراكز الإصلاح كان سبب عودتهم للجريمة ومن ثم للسجن هو عدم وجود فرص عمل لهم في سوق العمل. وقال 47% منهم إن السبب يكمن في عدم تقبل المجتمع والنظرة السلبية لهم بعد خروجهم من السجن. هذا يعني أن المشكلة التي تواجه السجناء هي خارج السجن أيضا. في حلقة اليوم سنبحث في آليات إدماج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم حتى لا يعودوا مرة أخرى للجريمة والسجن. سنبحث في ماذا تقدم لهم مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء فترة السجن من تأهيل وتدريب، وماذا يمكن أن يقدم لهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاء. أهلا بك عميد عمار. كما نرحب بأستاذة علم الجريمة الدكتورة خولة الحسن. أهلا بك دكتورة. كما نرحب بمدير عام الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة الفنان السيد يونس العمري. أهلا بك سيد يونس. كما نرحب بكم أنتم أيضا جمهور وضيوف برنامج جلسة علنية، أهلا بكم وشكرا لكم على الحضور. واسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور عمار القضاء. دكتور عمار، نريد أولا أن تعطينا بانوراما رقمية إنجاز التعبير، نريد أن نعرف عدد النزلاء في السجون. عدد النزلاء الآن يعني لحد اليوم لصباح اليوم 17,066 نزيل. الطاقة الاستيعابية، الطاقة الاستيعابية عندنا 13,288. يعني هذا الطاقة الاستيعابية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل اللي عددها 17 موزع على محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. طيب الفائض من الطاقة المحدد للسجون، يعني أحيانا يصل أحيانا بين 3,700 إلى 4,000 عدد، يعني زيادة على الطاقة الاستيعابية. يعني بتحكي أنت بنسبة 127 أحيانا تصل إلى 130% بكون هذا الحمل الزائد أو الطاقة الزائد عن الطاقة الاستيعابية. فبالتالي من هنا يعني تنشأ لدينا مشكلة الاكتظاظ اللي بتسمعوا فيها ودائما بنسأل عنها. موضوع الاكتظاظ طبعا سبب رئيسي بعدم بمحدودية المكان مقارنة مع عدد النزلاء اللي يمكن استيعابهم داخل هذه المراكز. طيب عدد السجناء المكررين الذين يعودون مرة أخرى للسجن مرة أو مرتين أو ثلاث. المكررين قصدك؟ المكررين. المكررين إحنا شوف المكررين أعطيك رقم دقيق 100% بحدود 35% ل 37% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتادوا تكرار الجرائم. وبالتالي لما بتحسب النسبة 35% إلى 37% من العدد الحالي الأفرج تبع النزلاء 17,066 بيطلع تقريبا 6,000 يعني 6,000. إلى 6,500 يصل 6,500 من مكرري ممن اعتادوا ارتكاب الجرائم يا تكرر قدومهم إلى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بجرائم جديدة باستمرار. طيب تكلفة السجين؟ تكلفة لما بقول لك أنه يتجاوز 4 مليون سنويا فقط تكلفة المياه والكهرباء لمراكز الإصلاح والتأهيل. 4 مليون فواتير كهرباء، فواتير كهرباء ومياه. التكلفة اللي الناس بتقول أحيانا بيعلقوا الناس إنه يعني واحد عليه 200 دينار أو 300 دينار بكلف الدولة 750 دينار طلعوه برا وبكون أفضل، يعني أوفر للحكومة. الفلسفة من العقوبة، هناك فلسفة من العقوبة. لا سنتحدث عن فلسفة العقوبة، سنتحدث عن التفاصيل. التكلفة تتجاوز 750 تتجاوز لأنه شامل العلاج وشامل وجبات ثلاثة تقدم للنزلاء ورعاية صحية كاملة في ظل الظرف الحالي اللي هو هاي الموجة الثالثة من الكورونا. فالتكلفة على أرض الواقع يعني أنا بأكد أنها تتجاوز هذه المبالغ. طيب إذا 750 في تقريبا 18,000
نزيل، يعني مبلغ كبير ربما. نعم. الآن نريد بما ندخل إلى موضوع الحلقة، نريد أن نعرف البرامج التي تقدمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للسجناء من أجل عدم ضمان عدم عودتهم للسجناء وتأهيلهم للحياة خارج السجن. يا سيدي، القانون أوكل بصراحة بنص صريح بأنه أن عهد إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل المحافظة على النزلاء في المراكز الحفظ القانوني اللي مسماها مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة أماكنها، هذه المراكز، وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وكلمة الرعاية تشمل يعني العديد من المجالات، وأهمها الآن في الظرف الحالي هي الرعاية الصحية والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية والرعاية الثقافية. وبنفس الوقت وبنص صريح أن حدد القانون أن يكون هناك برامج إصلاحية وأن يكون هناك برامج تأهيلية. ولقد يعني حرص مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله في إحدى رسائله وتوجيهاته إلى مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل بأن لا يكون مركز الإصلاح والتأهيل أو مراكز الإصلاح والتأهيل هي فقط مكان لتمضية فترة العقاب، إنما أن يكون هناك إخضاع للنزلاء لبرامج إصلاحية وبرامج تأهيلية. ما المقصود بالإصلاحية وما المقصود بالتأهيلية؟ البرامج الإصلاحية وهي أن يتم رعاية هذا النزيل وإقناعه بعدم العود الجرمي، بأن لا يكرر العود إلى ارتكاب الجريمة الجديدة بحيث يعود إلى مراكز الإصلاح والتأهيل زي النسبة اللي حكينا عنها قبل شوي. موضوع التأهيل، المقصود بالتأهيل هو تمكين النزيل من أن ينخرط في مهنة يتكسب منها عندما يخرج من مركز الإصلاح والتأهيل بشكل لائق يكفل له حياة كريمة. من ضمنها مثلا في عندنا مصنع للقهوة، في عندنا مصنع للخزفيات، في عندنا مصانع للتحف، مشاغل خزفية، أعمال رسم، أعمال طرق على النحاس، أعمال صناعة الجلود، أعمال الأثاث المكتبي والأثاث المعدني. هذه المهن إحنا فعلناها بزيادة، بحيث أنه أتحدث عن مديرية الأمن العام، جميع أثاث مديرية الأمن العام من المعدني والخشبي يتم تصنيعه في مراكز الإصلاح والتأهيل. اسمح لي أني أروح للدكتورة خولة حسن. دكتورة خولة، هل من سمات شخصية تكون بمرتكب الجريمة الإنسان كيف بتحول لمجرم؟ بداية أي إنسان ربنا خلقه بالدنيا هو مزيج من خير وشر. فطالما هو إنسان هو معرض لارتكاب الشر. فنحن لا نستطيع أن نقول ولا أو نتبنى نظريات في علم الجريمة، مثلا النظريات البيولوجية، النظريات الاجتماعية، النظريات الاقتصادية. الآن في علم الجريمة الحديث الآن تبني النهج الشامل لتحديد سمات المجرم، أو خلينا نحكي نفسر لماذا يقوم المجرم بارتكاب جريمته. أسباب كثيرة. هلأ من يقول لك البطالة وبوقف، من يقول لك الوضع الاقتصادي بوقف، من يقول لك العامل البيولوجي ويوقف، هذا لا يفسر الشخص لماذا يقوم بارتكاب الجريمة. كل حالة بحالتها لديه أسباب معينة لارتكاب الجريمة، وإن كان الآن النهج العام بأن ينظر للجريمة على باعتبار النظرية العامة في الجريمة، أي يجب أن نأخذ كافة الأبعاد مجتمعة وتأثيرها على الشخص اللي أصلا يكون لديه استعداد بيئي فطري، تنشئة أسرية تؤثر وتختلف. وإلا لا نستطيع أن نفسر بوجود أب وأم أبناء في نفس العائلة، نفس التربية، نفس النشأ، شخص ملتزم والشخص الآخر غير ملتزم. هناك عدة عوامل مجتمعة حتى يعني نستطيع أن نفسر هذا المنهج. طيب، هذه السمات اللي تحدثتي عنها وأشرتي إليها ربما سريعا، تبقى يعني لسيقة بشخصية السجين أو المجرم، أم إنها قابلة للإصلاح؟ الآن قابلة للإصلاح، نعم قابلة للإصلاح إلى حد كبير جدا، قابلة للإصلاح، وتستطيع البرامج أن تعيد أي شخص انحرف عن الطريق
وإذا كان البرنامج الإصلاح والتأهيل رادع ومخصص لهاي الشخصية، وإنما أن نتحدث بصورة عامة إنه والله في برامج معينة بتمشي على الكل، هذا لا يجوز. ويمكن هذا مدخل أساسي من مداخل إذا بدنا إحنا نعتبر ونحلل لماذا بعض البرامج لا تصلح لبعض الأشخاص أو لبعض المجموعات. يعني إن إحنا بنتعامل مع تصنيف معين من الجرائم، نتعامل مع متطرفين، كل نتعامل مع مكررين، نتعامل مع مرتكب جريمة لأول مرة. إذا كل فئة من الفئات وكل تصنيف من التصنيفات له برامج معينة حتى إحنا نردعه حتى يتحقق الردع العام. اسمحي لي إني أروح للأستاذ يونس العمري، مدير عام جمعية الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة. يعني أستاذ يونس، سمعت الأرقام التي تحدث بها عمار بيك. أنت تدير جمعية معنية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، يعني عمق هذه المشكلة ما عمقها مما دفعكم لتأسيس مثل هذه الجمعية؟ لو قلنا لك شخص الحالة إنجاز التعبير. تم تأسيس الجمعية في البداية في عام 2015 ضمن مبادرة من ضباط كبار ضباط الأمن العام المتقاعدين وكبار المثقفين، كبار الفنانين، لأنه هذه الفئة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وجدنا أنه الجمعيات والهيئات العامة ما عم بيشتغلوا على هذه الفئة بالتحديد. يا سيدي، المفرج عنه دائما بعد الإفراج يجد أنه زي ما تفضلت الدكتورة، أنه أول شيء هو موصوم بيشوف حاله، وصدمة الإفراج صدمة مش سهلة، بده يطلع المجتمع. أحيانا أسرته ما بتتقبله، فما بالك بالمجتمع لما أسرته والمجتمع ما بتقبله، بده ينخرط للجريمة مرة أخرى بأي شكل من الأشكال. فلذلك وجدنا برامج بالتعاون برضو مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الحكام الإداريين، مع بعض الأسر المعنية بهذه الحكم، مع الهيئات المعنية برضو بهذا العمل العام، على أساس أنه نجد للنزيل بعد الإفراج منفذ، أقل ما فيها يتقبلوا المجتمع، يتقبلوا أسرته، لأنه الأسرة أحيانا غير قادرة على أنه تعدل من سلوك هذا اللي ارتكب الجرم. فلذلك هناك مختصين في الجمعية على أساس التصالح الأسري، التصالح مع المجتمع، التصالح مع ذاته. حضرتك تحدثت عن صعوبات وتحديات، يعني هل هي تحديات تشريعية، مادية، مجتمعية؟ شو التحديات اللي بتواجهكم بهكذا نوع من جمعيات؟ وجدنا التحديات، لابد أن هنالك تحديات مالية من قبل الوزارات المعنية، وزارة التخطيط، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة. هناك منح في الوزارات تمنح للأشخاص معينين للجمعيات، فمن صندوق دعم الجمعيات مثلا وزارة التنمية الاجتماعية يجب أن يكون هناك نظرة خاصة لهذه الجمعية. في عنا نزل مفرج عنهم، هم تعاقبوا، عاقبهم القانون، ولكن المجتمع عم بعاقبهم مرة ثانية، والدولة عم تعاقبهم مرة ثانية بعدم تعيينهم، بعدم تقبلهم. فيجب أن يكون هناك مشاريع مشتركة مع الدولة لبناء صرح محترم تمكنهم من تشغيل هؤلاء الفئة. طيب، تسمحوا لنا نروح في معنى ضيوف ممن كانت لهم تجارب خاصة بهذا الموضوع، نسمع منهم ونرجع لكم. تحكي لنا ليش، يعني ليش دخلت السجن، تجربتك بالسجن كيف كنت تقضيها؟ نعم، انا قصدي كنت سايق شاحنة عادي زي اي مواطن عادي، وبسوريا تعرفنا على شخص بالصدفة من موقف للشاحنات، وقال لي شيل الشنطة معك للأردن وبعطيك عليها 10,000 دينار. فالموضوع كان منفهمش فيه وما منعرف فيه، استهونا في الموضوع، فجبت الشنطة على طول، دخلنا الحدود في شيء اسمه جهاز سنور، مسك الشنطة، أخذتنا الشرطة، ما منعرف شو المشكلة ولا منفهم فيها أصلا، وقبل ما عليه أي قيد نهائيا انحكمنا 7.5 سنين هي إدخال مادة مخدرة من سوريا. تمام، هسه بالسجن ما في أي شيء، سجن درست توجيهي، أخذنا دورات، تعلمنا مهنة ميكانيك داخل السجن، داخل السجن كل شيء كان تمام. لا بس طلعت برا السجن
حطوا علي. طيب هو عمار بيك سأل أي سنة كان هذا الحكي؟ أنا دخلت بال 2010 وطلعت بال 2006، خارج السجن بس طلعت تفاجأت على طول إنهم حطوا علي إقامة جبرية أوقع كل يوم. المؤسسة ما قصرت، الأخ يونس العمري مشي معي في موضوع الإقامة وشالها عني عشان أرجع لأولادي ولزوجتي، أولادي صاروا كبار، أنا قعدت 7 سنين ونص. هلا خلصنا موضوع الإقامة، جيت بدي أرجع على الشاحنات، أخذوا رخصتي. ليش؟ ممنوع تأخذ جميع السيارات، خذ خصوصي. طب كيف بدي أشتغل؟ أنا سايق شاحنة. أخذوا الرخصة، جينا نسافر برا، ممنوع تسافر، منع السفر. طب أنا شغلي سايق شاحنة، لازم أسافر برا، لازم معي رخصة جميع السيارات. طيب. خلوني أضطر إنه برخصة وحطوا علي غرامة 5500 دينار، لو أقعد كمان 10 سنين ما بدي أحوشها. من وين تدفع؟ طالع من السجن. تحكي انت عن ادخال ماده مخدره وكميه. نعم. وخلص راحت وقضيت فتره الحكم حكمها وان شاء الله عفى الله عما مضى، انتهينا الان، انت دفعت العقوبه من 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 حياتك داخل. 6 سنين برا ما عملت باقي الاجراءات هاي احنا ممكن هاي الاستاذ يونس بنرتب يعني بموضوع شخصي احنا نتحدث فيه. احنا الان انت ذكرت في ناس كثير زي بس رجعوا للجرم، انا ما رجعت ان شاء الله انه ما رجعوا لانه ما معهم رخص، ما معهم تكون المكررين وما تطمع، لانه اللي بيشتغل بموضوع المخدرات يبدا من الطمع ويبدا ب يعني الـ 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 الاستخفاف بالامر الى ان يقع فيه شيء. انا ما عندي قبل وما عندي بعد، تجار المخدرات ومروجيها. نعم. وهي كارثيه لانه أكيد. انت تقتل المجتمع باكمله. نعم. تقتل مجتمع باكمله. طيب. بموضوع الترويج للمخدرات. إذا محل مشكلتك بنحلها سيدي. إذا عمار بيك بنحلك مشكلة شخصية، وهو يتحدث بأنه هي ربما أعداد كبيرة وليست مشكلته فقط. نعم. بعهدة عمار بيك، لكن احنا بدنا تحكي لنا لما طلعت من السجن الآن. نعم. كنت طبعا ما قدرت تحصل عدم محكومية بطبيعة الحال. أكيد طبعا. وكنت تروح توقع إقامة جبرية. أكيد. خلال قديش الفترة؟ حطوا علي سنة وإحنا خلصناها خلال فترة بسيطة كثير يعني بجهود الأخ يونس العمري. هو تواصلنا مع الحاكم الإداري. أوكي. محافظ العاصمة وطلبنا أن إقامة جبرية بهدف اندماجه وتشغيله بالمجتمع. جميل. يعني في مساعدة. تمام. أما هو بالسجن بالمركز عفوا أخذ توجيهي. نعم. وتدربت وتأهلت. تحسب له بطبيعة الحال. نعم. الآن لما خرجت من السجن كيف تعاملت مع المجتمع؟ كيف المجتمع نظر إليك؟ دنيا مختلفة، ما في شغل، أهم شغلة. ما في مصاري، رجعت للبيت. طبعا بدي أصرف على البيت هسه ما في، وأنا بالسجن بقوا أهلي يصرفوا على البيت، بس طلعت قالوا لي خلاص وقفنا. أنت طلعت بطل هذا يصرف على البيت، بدي أشتغل ما في مجال أشتغل، ما معي رخصة، علي منع سفر، نفس الموضوع اللي حكينا فيه، فيش مجال أشتغل. عندك أولاد؟ عندي 5 أولاد. كيف تقبلك أولادك؟ أولادي كانوا صغار وكبروا يعني مش عارفين إشي. طبعا تقدمت بطلب وظيفة للقطاع الخاص. قدمت أكثر من شغلة وكله بده حسن سير وسلوك، ما بيطلع لي. وحتى شغلي الأصلي الشاحنة ما بيطلع لأنه ما عادش رخصة، أخذ الرخصة. لغاية الآن بتعاني من حياة السجن يعني من ذكريات السجن كيف كنت تعيش؟ أكيد أكيد نعم. يعني فهو بنعاني، لا بالسجن هسا بعاني إنه كانت حشرة وبعيد عن أولادي. أما الأمور استفدت منها التوجيه واستفدت منه بالسجن. سيدي خليني أتدخل بالموضوع. أنت النزيل زي ما حكت الدكتورة يكون يعني في مجتمع، لما بتعزله بسبب عقوبة بغض النظر عن عقوبة الأخ أو غيره أو أي إنسان دخل السجن، إحنا دورنا لما بدخل هذا السجين أو السجين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، الآن التعامل معه يحتاج إلى جهد كبير جدا، ربما البعض لا يعرف هذا الجهد حتى يتم السيطرة على الوضع الأمني. هو صورة مصغرة عن المجتمع خارج مراكز الإصلاح والتأهيل. لما هذا الإنسان يكون معتاد على شيء معين، على مشروب معين بده إياه، على أكل معين بده إياه، على طريقة مثلا شرب القهوة تبعته، كل هذه الأمور دكتورة بجوز بتوافقني الرأي كلها بتأثر نفسيا على مسلكية هذا النزيل. زي الطفل لما بتحرمه من شراء شيء معين يعني يستشيط غضبا وتبدأ التفاعلات عنده بتشتغل. دورنا أنه نسيطر عليهم من خلال تأمينهم بكل ما يحتاجوه بشيء قريب جدا مما كانوا معتادين عليه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، لأنه هذا له انعكاساته. وإحنا في إطار أنسنة العمل الإصلاحي، يعني كل نزيل بأخذ حقه، كل نزيل لا يهان لا يعتدى عليه، أي شيء ممكن يطلبه جاي على باله مثلا شغلة معينة بيتم تأمينه فيها. فعلنا الكافتيريات لهذه الأغراض، بيقدر يشتري اللي بده إياه، السوبر ماركتات موجودة. طيب.
هذا كله يؤثر على مسلك النزيل. تمام. ويلقي بالعبء على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل حتى يقدروا يقوموا بهذا الدور باستمرار، لأنه زي ما في مشاجرات برا أحيانا بيصير مشاجرات بين النزلة. طيب. يعني مجتمع مصغر عن برا. دكتور عمار وضيوفنا الأكارم، يعني في بتحب شيء أضيفه؟ باعتبار عاطل عن العمل بشتغل على سيارة خصوصية يكسر رفيس عشان أطعمي 5 أولاد عندي. طيب كله عشان أخذ الرخصة. هاي عمار بيك بقول راجعهم وراح راح نسمع منكو. بس في كمان معنا سيدة هي أم نزيل. نعم. سجين أكثر من مرة. حابين تحكي لنا حضرتك شو القصة؟ ليش دخل ابنك السجن أول مرة؟ كم عمره؟ كم كانت محكوميته أول مرة؟ تفضلي. يما أنا قصته طويلة. ابني عمره 7 سنين كان وتودع الأحداث. انفصلت أنا والده، والده كان يعني عنده ميام مش كويسين وأخده، كان سجين والده طلع وأخده مني. بعدين ترك وتزوج، صرت أنا أركض وراء الأحداث 30 سنة قبلي. 30 سنة وأنا بركض وراء، وكلنا بسمع بحطول عليه إقامة صبح المساء. هسه مكسورة إيده وإجره بالسجن. تطلب تعالجه عالجوا لي إياها غلط. وأنا بروح أنا حتى أنا أمه يعني قدام المجتمع كله ما بحب استحكيله، مش مأز مني. الحكومة بالشارع بيشوفني أنت أم فلان. كيف حاله؟ مش عارف لكن شغلنا إله، بيتنا إله. أنا أخوي بتولي فيه يعني، وكمان يعني شو بحكي لك، اترملت زوجت وترملت وخلفت ولد وزوجته. حتى الحكومة أخوش مسلمته وهو ما عنده إشي. لما بدهم يطلبوه الجيران كلهم بلف عليهم. 15 مرة صرت راحل. لما باجي أنا أسكن في البيت بيجوا يقولوا أنتوا كيف بتسكنوا؟ بحس هذا عندكم بس يطلع من السجن. كم مرة انسجن بالله؟ يما عليه قيود الدنيا. عمره هسه 34 سنة من عمره 7 سنين. رحت رئيس البحث الجنائي من 15 سنة، دخلت عليه حكيت له ساعدوه أعطوني محل الكشك اللي أنا أصرف على ابني منه لما يطلع، أنا أقعد فيه هو يقعد فيه، في غلط حكولي روحي روحي. شوفوا اكسف على جسمه، شوف جسمه. بالله عليك يا عامر بيك انك تطلبه وتشوفه. طيب انا لا بدي، انت 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 نفسك برضه بتنسقي مع الشرطة. انا كيفت، انا سمعت الدكتورة حكت كلمة حلوة انه حتى اهله اهل بيته انا مستسلم منهم. هسه ايامك بتعيد تحط افرج عنه المدة الان، تحط عليه انت اداري محافظ عاصمة وبعدين تنزل يستأنف حكم. أختنا العزيزة أيضا هي حالة خاصة، بتقولي له علي أنت بتحكي عن ابنك عليه قيود الدنيا. نعم. إحنا مش عارفين اسم ابنك لحد الآن، بندرس حالته ونشوف منشوف زملائنا برا نشوف شو وضعه، وإن شاء الله يعني الله هو يتوب على نفسه. يعني بتقول عليه قيود الدنيا. أنا اليوم حقوق الإنسان وميزان، والله يطول عمره أبو يونس بيك. نعم. والله يما احكي لك يمكن بيعرفوا قصة. مركز إصلاح وتأهيل ما بيستقبل حدا إلا بموجب مذكرات قضائية أو إدارية. إحنا ما يعني اللي بيجيبوا أفعاله هي اللي بتجيب. أيه. هلا أنا اللي فهمته من حضرتك إنه والده كان سجين. والده. وانفصلتي أنت والده. هذا الشيء هو ربما اللي قاده على إذا جاز التعبير الانجراف. أخذوا صار يوديه، بدك تجيب لي آكل، بدك تجيب لي دخان، بدك تجيب لي يعني ولد شو بده يطلع 7 سنين. طيب يعني اسمحوا لنا نروح بفاصل قصير ونعود اليكم. شكرا لحضرتك. راح نسمع بطبيعه الحال من ضيوفنا هنا ونشوف شو ممكن يقدموا ايضا. يعني فاصل قصير ونعود اليكم. إذن أهلا بكم من جديد. لازلنا نتحدث عن الرعاية التي تقدم داخل النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والرعاية التي يجب أن تقدم لهم أيضا بعد الخروج. اسمحوا لي أن أذهب مباشرة إلى الدكتورة خولة. دكتورة خولة، هنا تم الحديث عن إقامة جبرية وعدم الحصول على عدم محكومية.
هذه إلى أي حد ربما تلعب دورا في عودة المفرج عنهم للجرائم وعودتهم بالتالي للسجن أو لمراكز الإصلاح والتأهيل؟ لا شك بأنه الضغط الإقامة الجبرية وأنه إحنا نضع بعد المفرج عنهم تحت الإقامة الجبرية لمدة من الزمن ومرات بيكون لازم يوقع صبح ومساء، هذا بشكل ضغط كبير على يعني أجهزة إنفاذ القانون، على الشرطة وعلى أيضا الأشخاص المفرج عليهم، بيأثر عليهم نفسيا وبيأثر عليهم ماديا وبيأثر عليهم كتير. الآن المطالبات كلها والأصوات تعلو بأنه الإقامة الجبرية يعني يجب أن تأخذ منحة آخر أو لا يجب أن تكون بالصورة اللي بيتم تطبيقها عنا، يعني العقوبة تم تنفيذها أخذ حكمه، الأصل فيها أنه تنتهي الإقامة الجبرية ما لم يكن داعي لوجود إقامة جبرية. وفي وسائل كتير أخرى بإمكانك أنت تراقب من خلالها. إحنا الآن يعني صرنا العلم متطور، إحنا بلد متطور، تشريعاتنا متطورة، هناك أساليب كتير ممكن أنها تتم المراقبة من خلالها، سواء من خلال الكاميرات، سواء من خلال الإسوارة الإلكترونية، في عندك وسائل كتير ممكن أن تتم المراقبة فيها. طيب. فما في داعي أنه أنا أعمل هذا الطابور أوقف على باب المركز الأمني وقع صبح وارجع وقع الساعة 4. طيب. هذا بحد ذاته سبب من الأسباب الأساسية لأنه الشخص يتأقلم مع ما يسمى ثقافة السجن. ثقافة السجن، كل نزيل بدخل على مركز الإصلاح والتأهيل أو على السجن يندمج ضمن ثقافة مجتمعية، بتصير هاي الثقافة جزء من منظومة حياته. هون اسمحي لي أقاطعك. طيب في حال إذا كان الشخص لديه 70 قيد أمني، 80 قيد أمني، يعني قرأت إنه في واحد عليه 120 قيد أمني، يعني هذا ربما يسبب قلق للمجتمع أصلا. 100%. يعني اللي كرر وصار عنده 40 و50 و60، إذا أنا في عندي لازم أعترف إنه أنا في عندي خلل، أنا في عندي خلل وخلل واضح جدا. إذا أنا عملت له برنامج إصلاحه ولم يصلحه، إذا أنا في عندي خلل في البرنامج اللي تم على هذا الشخص. وما ننسى مش دائما الخلل بيكون من الأشخاص اللي بيحطوا البرنامج، لماذا شخص يستجيب وشخص آخر لا يستجيب؟ إذا أنا في عندي، وهو أصلا أهم نقطة من نقاط البرامج الرعاية اللاحقة للنزلاء أو سواء داخل السجن أو ما بعد لما يصير مفرج عنهم، إنه يكون في رغبة حقيقية لدى الشخص. إذا الشخص نفسه ما عنده رغبة للإصلاح ولا يمكن تصلحه. طيب. مستحيل تصلحه. طيب. إذا هو مقتنع. طيب باختصار، هنا السيدة تحدثت عن ابنها، يعني هنا أسر السجناء اللي عادة بيصطدموا بالرفض أو التحفظ المجتمعي، كيف بدهم يتصرفوا؟ الآن البرامج لا يجب أن تكون فقط على الشخص النزيل وإن كان هو الأساس وهو المحور، أيضا هناك في برامج يجب أن تتم لتأهيل الأسر اللي عندهم أشخاص سجناء، وأيضا في برامج تعزيز وبرامج إنتاجية وبرامج تمكين للأشخاص اللي عندهم شخص نزيل أو عندهم شخص محكوم مدة طويلة. يعني أسر السجناء أولا يتقاضوا معونة من صندوق المعونة الوطنية، وأيضا في هناك الكثير من الجهات والجمعيات اللي بتشتغل عليهم بحيث يتم تأهيلهم. اسمحي لي أروح للأستاذ يونس. الآن حالة السيدة هنا يعني قضية شائكة، يبدو سجن لأكثر من مرة، ربما مرض سلوكي، هذا كيف ممكن إدماجه بالمجتمع؟ يعني أكيد مرت عليك حالات. بالنسبة للسيدة هي عم تحكي إنه هي بصراحة هي اللي عم تتعاقب لأنه ابنها في خلل، بس هي كأم وقلب الأم ما بتقدر إنه تقول إنه ابني في خلل أو إنه مكرر اللي عليه 50 و40 قيد زي ما تفضل عطوفة الدكتور عمار، في مشكلة بنفس الشخص. الآن أسرته عم تتعاقب، تكرار أسرته عم تتعاقب، فالسيدة هون في مشكلة عندها، إنه يعني الجميع ممكن نتكاثف كعلم نفس وحكام إداريين وتشغيل وتأهيل نفسي واجتماعي بسبيل إنه تشغيل هذا الشخص واندماجه بالمجتمع تحت رقابة، تحت رقابة وتحت تأهيل نفسي مستمر حتى إنه يتم دمجه بعد فترة ويتقبل المجتمع ويتقبل هو نفسه. طيب يتقبل أسرته. هنا ضيف سجن 6 سنوات أو 7 سنوات، 7 سنوات،
إعادة تأهيل من يسجن 7 سنوات هي بنفس الظروف لشخص مثلا سنة أو سنتين؟ يعني هل من تحديات في الفوارق الزمنية؟ طبعا في فوارق زمنية، والأستاذ بقول لك أنا تم انفصال بيني وبين زوجتي نتيجة خلافات حصلت، يعني نتيجة تراكمات مشاكل عائلية، مشاكل أسرية، الأبناء أحيانا ما بتقبلوا السجين. ولكن بعد فترة، وإذا يعني نفس الشخص كان ذو سيرة حسنة وتقبل نفسه وقام بدوره كأب داخل أسرته، من حيث التمكين الاقتصادي اللي اشتغل على نفسه فيه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واشتغل فيه بعد الإفراج عنه بحيث أنه ساهم دخله القوي وعيشه الكريم، تعود حياته الطبيعية إلى تلك الأسرة. بعكس ذلك يعني هناك خلل ومشاكل لابد منها أنها تحدث داخل الأسرة. طيب دكتور عمار، يعني أنت متحفز بدك تحكي، بس هنا في حالة يعني مثل ما تحدثت السيدة، يعني هنا من يتكرر في ذهابه إلى السجن. أصبحنا نسمع بمصطلح مجتمع سجن، مش هيك؟ يعني أحيانا حتى صفى لهم لغة خاصة، ربما رموز خاصة، ربما نمط اقتصادي تجاري معين. نعم. هل المشكلة في العقوبات الرادعة أم المشكلة في التأهيل وإعادة التأهيل؟ يعني جهاز الأمن العام عليه عبئين. العبء الأول تعقب الجريمة وضبط مرتكبيها وإيداعهم إلى القضاء، هذا العبء الأول. العبء الثاني تلقي هؤلاء الموقوفين من أجل أن ينالوا عقابهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا موضوع واضح. أنه تخيل أنه إحنا عدد النزلاء في الأردن 13,000 الطاقة الاستيعابية 13,288، أنه عندنا نزلاء 5,000، معناته أنا بقول الآن في جرائم، الجرائم موجودة في كل دول العالم، لكن نسبة تعقبها ونسبة اكتشافها في الأردن من قضايا القتل، من قضايا السرقات، الكل يجمع أنه هذا الجانب معترف باحترافية جهاز الأمن العام في متابعة كل هذه الأمور. هاي القضية الأولى بموضوع يعني الاكتظاظ وعبئها على مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الصحية الحالية اللي إحنا قاعدين بنوجه منها هذا البرنامج. على فكرة الوضع الوبائي الخارج، يعني خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، يجب أن أذكر هذه الجملة ونداء إلى كل المواطنين اللي بسمعونا، إنه إحنا بنلاحظ الآن أن النزلاء من يدخلون مراكز الإصلاح والتأهيل الجدد نسبة إصابتهم بالكورونا من برا، من يعني من بيت أهله بعد ما تقرر القاضي إيقافه وتحويله إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، نسبتهم تصل إلى 90 إلى 92%. يعني إذا دخل عندي امبارح 100، في منهم 90 مصاب حالة إيجابية كورونا، وهذا نقرأ الشارع من خلال العينات اللي بتجينا. نعم. ارتكبوا قضايا ودخلوا، وهذا رفع عندنا المستوى. الآن احنا بنحكي عن موجة ثالثة في المملكة، وهذا يتطلب منا وعي وإجراءات مشددة عندنا من حيث استقبالهم وعزلهم 14 يوم أول مرة، وثاني عزل مرة ثانية 14 يوم قبل، والتأكد من فحصهم قبل إدماجهم بالإصلاح. هذا من ضمن الرعاية الصحية اللي تقدم. نعم. لمراكز الإصلاح والتأهيل، ولم تبلغ نسبة الإصابات عندنا، لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز، على الرغم من أنها مراكز مغلقة والاختلاط فيها وارد ويعني والاكتظاظ موجود، ولكن الحمد لله الجهد كان كبير جدا في عملية المراعاة وعملية متابعة هذا الأمور. التأهيل مستمر على كافة الأصعدة والبرامج، وآخرها شيء حضاري جدا يتعلق بإنشاء يعني متجر إلكتروني عالمي راح يكون لعرض منتجات ومشغولات النزلاء على كل دول العالم، بحيث يستطيع أي شخص في أي دولة بالعالم شراء هذه المنتجات الخزفية أو النحاسية أو الخشبية. نعم. أو الحرف أو كل التحف. والأستاذ يونس عاصرنا بافتتاح مرسم، اسمح لنا نروح نشوف كمان من ضيوفنا. سيدة مساء الخير. مساء الخيرات. أنا تعرضت لاحتيال، عدت بالسجن 3 سنوات، فمروا علي عذاب ومرار. يعني مش سهل إنه الواحد يقعد بسجن 3 سنوات كبنت، يعني والاحتيال كان كتير كتير صعب، وقعت مع جماعة كتير محترين ونصابين. فالحمد لله رب العالمين
ربنا كان معي وكثير ناس ساعدوني ووقفوا معي حتى طلعت من المكان هداك. بس هي كانت صعبة إنه أنا إني أفوت سجن وكان والدي إني أنا وأنا كل شيء لوالدي، ولما طلعت لقيت والدي متوفي. هاي كانت الكارثة الكبرى إنه أنا لساعة الفراء إني ما شفت أبوي، هاي هي كارثتي الكبرى جدا. طيب كان يزورك بالمركز؟ لا كان يغسل كلى وما كان يشوف. طيب الله يرحمه. يعني احتيال، تعرضت لاحتياس وجنتي 3 سنوات، نظرة المجتمع لك يعني بعد ما خرجتي من المركز الإصلاح والتأهيل، كيف المجتمع تقبل سيدة تسجن؟ أو أنا بالنسبة لي كثير كانت صعبة، كثير يعني كانت عند أهلي وخواتي وإشي إنه خلص إنه وقعتي في المشكلة، الحمد لله إنه الله طلعك الله سلمك، بس أنا ظلت بالنسبة لي كثير مو سهلة. لحد هلا بعاني منها. المجتمع تقبلك؟ تقبلني. أهلك؟ أهلي تقبلوني بكل صدر رحب. إذن بس أنت نفسياً مش متقبلة الموضوع أو مش قادرة تصدقي إنه أنت دخلتي بتجربة السجن. هاي كتير لحد هلا أنا بعاني منها، يعني لحد هلا أنا لا بطلع ولا بروح ولا باجي مرة. ما تم عرضك ولا على أي أخصائي قانوني استشاري نفسي مساعدة نفسية؟ على فكرة من يعني عفوا خلينا نعترف ونحكي، يمكن من أكثر الأمور صعوبة عنا، ويمكن دكتور بيأيدني إنه إحنا عنا نقص حاد في الأخصائيين النفسيين. نعم صحيح. الأخصائي النفسي ضروري إنه يكون موجود، لأنه بحالتك تحديدا بتهيأ لي إنه إذا لقيتي مساعدة ودعم نفسي، وفي جمعيات كتير بتقدم هذا النوع من الدعم النفسي، وبالعكس تتقبلي وبتندمجي بالمجتمع بكل سهولة، وخاصة إنه أنت دخلتي باحتيال. على فكرة نوع الجرم يعني بيختلف من شخص لآخر. أكيد. طالما إنه لقيتي الدعم الاجتماعي من الأهل، الدعم الاجتماعي من المجتمع اللي حواليكي، إذن هي أنت فقط على أبواب عتبة، وإن شاء الله بتتجاوزي إن شاء الله. طيب استفدتي من الخدمات اللي قدمتها مراكز الإصلاح هناك، دورات تدريبية تشغيلية شيء من هذا القبيل؟ لا ما كنت أشارك فيها بالمرة. ما كنت. كانت كل حياتي صلاتي وقرآني بس. طيب هلا يعني شو اللي بتطلبيه؟ شو اللي لو وجهتي رسالة للمسؤول للدولة للأمن، شو بتوجهيهم رسالة؟ أنا بوجه رسالة إنهم يساعدوني إني أكون عندي يعني مطبخ هيك صغير، لأنه أنا هوايتي الأكل والحلو والطبيخ. وهلا بشتغل يعني ببيت، انا عايشه عند اختي ببيتها، لانه ما الي بيت، ما الي مصروف، ما الي حد يعني، فبتمنى يكون عندي مطبخ صغير. يعني نتمنى من الله، يعني نتمنى من يسمع احسن أن مطبخ أن بس والله احسن وحياتك. مطبخ بمركز اصلاح وتاهيل النساء موجود للحلويات ومدرب. خلص هلا ما هي طلعت. طلعت بس بجوزي ليكون تعلمتي فيه هناك. لا هي قالت طيب شكرا لك. العفو، شكرا كثير لكم. نشوف بالله وحياتك. كون انا بجوز برضو تعرضت للسجن فترة من الفترات، بس كانت جريمتي بجوز اسهل الجرائم اللي موجودة هون، اللي هي انا كنت كفيل لشخص. وبعد ما خلص من البلد طلع هرب، وانا اللي وقعت في الموضوع وانسجنت على اثرها. انسجنت مدة عام واحد لاني كنت كفلانه بشك بعدة شيكات عفوا، وسديت لعبين ما أنا وقعت بس بآخر مبلغ ما قدرتش أسده. هلأ الصعوبات اللي أنا بحكي فيها تفضل فيها عطفة الدكتور والدكتورة، الصعوبات ما بعد السجن. هسأ أثناء السجن إذا كنت أنت متصالح مع نفسك وقدرت تتماشى تقضي فترة العقوبة يعني بسواء بمساوئها أو محاسنها، هي تجربة بتضيف لك نوليدج، بتضيف لك معلومة عندك رادع، ولكن ما بعد السجن هون المشكلة. على أثرها أنت مهندس مش يعني. نعم أنا مهندس. طبعا أنا بحكي بشكر عطوفة الدكتور عمار والدكتورة خولة، لأنه أنا بعد السجن أنا قرأت كثير حالات داخل السجن، وتقابلت أنا والأخ يونس ومشينا مع بعض، ضليتني متطوع سنة في الجمعية لحد ما صرت أنا عضو في الجمعية، وما بعدها
صرنا عضو هيئة إدارية كمان في جمعية ثقافية. عظيم. الآن اللي إحنا بنحكي فيه مشكلتنا ما بعد السجن للنزلاء. في حال عدم تقديم المعونة للجمعيات، مش بس جمعية الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة، إحنا بنحكي أي إنسان بحاول يساعد هذول النزلاء اللي موجودين في السجن للاندماج بالمجتمع. إيد واحدة دائما ما بتثقف. إحنا جمعيتنا قد تكون الوحيدة في الأردن اللي بتسعى وبتشتغل مع عطوفة الدكتور ومع مديرية الأمن العام لمساعدة النزلاء بالاندماج، وأتوقع في الحلقة هاي حضرنا قصص نجاح للجمعية موجودة. إحنا العبء المادي اللي إحنا موضوعين فيه، إحنا بنشتغل على نفقتنا الخاصة، نفقة من جيوبنا الخاصة فقط، أعضاء الهيئة فقط من جيوبنا الخاصة، ما إلنا أي نوع دعم، رغم إنه إحنا تحدثنا مع الهيئة الخيرية الهاشمية عدة مرات في رمضان، جلسنا مع دولة الدكتور عمر الرزاز ووعدوا وعلى وما كان في أي استجابة. إحنا اللي بنطمح إله كجمعية للمساعدة الناس أو الأشخاص هذول إنه يكون إلنا دعم. اللي الجهة الوحيدة اللي بتساعدنا اللي هي عطوفة الدكتور ومديرية الأمن العام بتسهيل مهامنا، ولكن إحنا وأنا بشكره جدا لأنه برضو نقلة نوعية صارت في السجون من حد ما، يعني هي مش أنا بجوز أول مرة أنا بشوف الدكتور لأنه كانت دائما علاقته مع الأستاذ يونس، ولكن أنا بشكره على النقلة النوعية اللي صارت من بدء كورونا للآن، لأنه صار نقلة نوعية داخل السجون بطريقة كبيرة. إحنا اللي بنطمح إله إنه يكون في دعم زي ما بدعمونا الأمن العام بمساعدتنا، يكون إلنا جهات ومانحين، وزارة التخطيط يكون إلنا دعم منها، تتوجه منظمات المجتمع المدني لدعم اندماج هذول الأشخاص داخل المجتمع. شكرا. يعني هنا واضح أنه في إشادة بجهود الأمن العام، لكن حتى نكون موضوعيين، حاولنا أن نتواصل لأيام عدة من أشخاص لهم تجارب مختلفة، البعض رفض، البعض يخجل، البعض يقول، وبالتالي يعني لا نريد إحنا أن نظهر على أن يعني الدنيا قمرة وربيع. 3000 دينار سجن 3 سنوات، واحد شيك هو كفل ودخل بالسجن لسنة. طيب العقوبات البديلة هو بدأ تطبيقه سنة 2018، لماذا لا نتوسع به؟ يعني من الظلم مهندس يعني ويقبع يعني بالسجن لمدة سنة، لماذا لا نتوسع بهذا الموضوع؟ لا يقل أن تتكدس السجون بهذا الشكل. سيدي، مشاريع العقوبات البديلة تم يعني تضمينها لآخر تعديل في قانون العقوبات، وحتى هناك في تعديل جديد مرتقب لقانون العقوبات، لأنه أنت يعني بتحكي، نرجع على موضوع الاكتظاظ، يعني لو بتسأل طيب ما هو السبب بهذا التكرار الجرمي؟ لماذا يكرر هذا الجرم 70 مرة؟ بالضبط. يعني هل العقوبة الرادعة الكبير لماذا تمتلئ السجون؟ نعم، هل هذه العقوبة رادعة بحيث تردعه بأن تردعه كشخص أن يكرر هذا الفعل، وتردع غيره اللي هو الردع العام والردع الخاص في قانون العقوبات، وتردع غيره من أن يرتكب هذا الجرم؟ لذلك إحنا بعض الأنظمة القانونية أخذت بالجمع بين العقوبات. يعني لما برتكب شخص قضية قتل وسرقة وإطلاق نار وشروع بالقتل واوا دغم العقوبات والحكم عليه بالعقوبة الأشد. الآن هذا أتوقع في يعني في تعديل تشريعي قادم لصالح الوضع المجتمعي ولغاية حماية المكررين من إعادة ارتكاب جرائمهم، بحيث تجمع هذه العقوبات جمعا. إذا كانت عدة سرقات كل سرقة يعاقب عليها بالعقوبة المحددة لها، وتجمع جمعا وليس دغما، بحيث أن يكون عليه فقط العقوبة الأشد. وهذا صحيح إحدى النظام القانوني الآن أصبح المجتمع الأردني بحاجة له، بحاجة لهذا النظام، بحيث أنه يصير في يعني تحقيق الردع العام والردع الخاص من فلسفة العقوبة. نعم. وفرضها. ترى خولة باختصار، الرعاية اللاحقة في الأردن من حيث التشريعات والمبادرات سواء كانت من الدولة والمجتمع ساهمت فعلا بالحد من 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 العودة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل؟ وباختصار هلأ باختصار شديد، الموضوع التشريعات إحنا لا ينقصنا تشريعات، قوانيننا كافية وافية ومتطورة وبتحكي دول العالم المتقدمة. إحنا مشكلتنا الرئيسية والأساسية مشكلتنا في تطبيق القوانين، في تطبيق التشريعات. لما إحنا بنحكي في جمعيات، كم عدد الجمعيات المعنية بالرعاية اللاحقة؟
قديش تعريف الجمعيات اللاحقة؟ حتى أنا كنت عم بسأل عن جمعية قبل. بدنا يجاوبنا عليها ما لقيتهاش الجمعية. إذن لازم يكون في تشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني وبين أجهزة الدولة. يعني لا ما بينفع إنه إحنا نلقي اللوم بس على جهة واحدة ونضلنا إحنا نجر عليها ونضلنا نعيد بنفس الحكي. شغلة تانية أستاذي مهمة جدا إنه إحنا نحكيها بموضوع العقوبات البديلة. الآن المشكلة اللي حكيتها إنه محكوم سنة، الآن إذا كان الحكم لا يزيد عن سنة إذا في عنا عقوبات مجتمعية. قانون العقوبات البديلة طلعت بال 2017 إذا إحنا عملنا الدليل الإرشادي للعقوبات البديلة في 2019، طب خلال هالمدة شو كنا نعمل؟ كم شخص استفاد من موضوع العقوبات البديلة؟ يعني خلينا نحكي بصراحة، تطبيق موضوع العقوبات البديلة متواضع جدا. أستاذي يونس، واضح انه يعني من الارقام انه اغلب القضايا قضايا ماليه. نعم. من يدخل الى المراكز الاصلاح والتاهيل سببها ماليه على الارجح، يعني على نسبه كبيره. هي كيف ممكن تتعاملوا معها انتم كجمعيات معنيه بالرعايه اللاحقه؟ القضايا الماليه، في جمعيه معنيه بالقضايا الماليه بتدفع غرامات عن المتضررين اللي هي الجمعيه الاردنيه، واحنا غير معنيين بالامور الماليه. طيب الاستاذ هنا تحدث انه يعني ربما اثار نقطه مثل جمعيتكم، كيف ممكن نعممها بحيث انه والله هذه بجهود الاعلاميين امثالك، بجهودكم، بجهود كل الخيرين، بجهود الناس المحترمه، بجهود الاعلام المحترم، يجب تعميم هذه الجمعيه على كافه القطاعات، على الحكومه، على المجتمع بشكل عام. بدنا في سؤالين هون، معلش لانه استدركنا الوقت. احنا سمعنا كل المشاكل بس احنا بدنا شيء حل، حلول. يعني الان احنا بنتجه الى يعني الى اتمام برنامج التاهيل اللي بتبدا فيه المؤسسه العقابيه في اللي هو في السجن او في هذا، هي بتنشئ يعني شغله لتاهيل واصلاح هذا السجين. بعد ما يخرج هذا السجين بدك شيء اللي يتبناه حتى انه يتمم معاه هذا الشيء. واحنا يعني لما يجي لبيته، لما يجي لاهله، بتلاقي هذا السجين بعدوه اهله او انه نفروا منه او المجتمع نفر منه. يا ريت يكون في هناك شيء انه يكون داعم او لاحق لهذه المؤسسه اللي شكرا التاهيليه اللي موجود هو فيها. شكرا. الحديث انا بدي اوجهه لعطوفه عمار بك. في ظل الحديث بشكل عام، في بعض الجرائم او هي افعال توضع تحت مسمى جريمه. مثال شخص مديون، لا علاقة لموضوعه بالنصب والاحتيال، هو مديون، بيتم توقيفه وأخذه لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومثل ما ذكرت حضرتك يمكن يكلف الدولة أكثر من المبلغ المطلوب منه. صحيح. بهاي الحالة هو كأسرة مثلا هي فقدته كمعيل، والشخص اللي بطلب هذا المال فعليا ما حصل عليه لأنه هذا الشخص متوقف أو موجود في مراكز الإصلاح. أو مثلا زي الحالة اللي ذكرت معنا خلال الحلقة اللي هو مثلا كان كفيل. فهاي أمور لا يعني مفروض أنها لا تدرج تحت مسمى جريمة. فكيف ممكن نصير نتعامل معها بما أنه في تطور بقوانين الدستور؟ شكرا لك. إجابات مختصرة إذا سمحت. مختصرة، القضايا المالية لا تعتبر جريمة يا أختي الفاضلة، لا تعتبر جريمة. القضايا الديون المدنية ليست جريمة، وبالتالي أن الجريمة لها أركان نص عليها قانون العقوبات، مجال لا مجال للاجتهاد في هذا الأمر. القضايا الدين المدني لا يعتبر جريمة، لكن في قانون التنفيذ معني بتحديد مدة توقيف المدين الممتنع عن أداء دينه الذي يصدر فيه قرار من قاضي التنفيذ بحبسه حسب المدد اللي بيقررها حسب المبالغ. في سؤال عن الحلول نريد أن نسمع من الدكتورة خولة ومن السيد يونس. بالنسبة للعقوبات البديلة أستاذ، بعام 2017 تم استحداث العقوبات البديلة مادة 54 ومادة 25 غير مكرر. استحداث العقوبات السجينة بعقوبات بديلة للمساجد، للمدارس، للجمعيات، بس وين دور القضاء؟ خلينا بس، الإسوارة الإلكترونية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع وزارة العدل تم طرح العطاء وبصدد تنفيذ الإسوارة الإلكترونية اللي راح تنتقل إذا موضوع تطبيقها على الإقامات الجبرية. مع أنه يعني نقطة الإقامات الجبرية لا تشكل مشكلة كبيرة لأنه هي لا تفرض إلا بموجب مصفوفة متفق عليها مع الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية.
للسيطرة على الوضع الجرمي فقط. يعني إن شاء الله في طريقنا لحل هذه المشكلة من خلال الإسوار الإلكترونية. حلول أخرى دكتورة، هاي حضرتك تحدثتي قبل قليل عن الإسوار الإلكترونية، حلول أخرى؟ هلأ حلول، يعني شوف أحكي لك حتى نكون منطقيين، إذا ما كان في تعاون ما بين كل الأجهزة المعنية طبعاً بهذا الموضوع ستبقى الحلول قاصرة. كل جهة تأخذ مهمتها وتقوم بها على أكمل وجه. إذا في عنا دور لوزارة التنمية، في عنا دور لوزارة العدل، في عنا دور لوزارة الأوقاف، في عنا دور لكتير جهات، وهذا مرات بصعب الحلول. وإن كان لو صار هذا النوع من التشبيك راح تكون النتيجة يعني مبهرة على أرض الواقع. أستاذة علم الجريمة الدكتورة خولة الحسن، شكرا جزيلا لك. السيد يونس العمري مدير عام الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة، شكرا جزيلا لك. ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاه، شكرا لك. وأنتم ضيوف وجمهور برنامج جلسة علنية، لكم جزيل الشكر. وأنتم مشاهدين الكرام، نلتقي بكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.